تكست مايننج طبعا انواع التكست مايننج اللي هي الويب مايننج او الويب تكست مايننج او الويب كونتنت مايننج يعتبر جزء من التكست مايننج. الكي وورد اور تيرم بيست اسوسيشن اناليسيس اللي هي عمليه المايننج بناء على كي وورد معين او على تيرم معين. لو تعمقتم شويه بالموضوع التكست مايننج كي بيور تكست مايننج بتلاحظوا انه كيف يتم اصلا التنقيب في التكست. ياخذ الجمله يحللها او ياخذ او يجزئها الى وحدات صغيره يونتس صغيره. اليونتس هذه يطلق عليها تيرم، هي اصغر جزء ممكن اخذه من الجمله تيرم، يطلق عليه تيرم. هذا هو المقصود فيه. الترم هذا هو عباره عن كيورد لا يمكن التخلي عنها. يعني احنا ممكن نلاقي في العباره اشياء ما لهاش معنى، يعني مثلا حروف العطف، حروف الجر اللي في اللغه هل تعني شيء مثلا بالنسبه للجمله؟ لا، كلها تعتبر اشياء مساعده. ايش الشيء الاساسي مثلا بالنسبه لنا اللغه العربيه؟ ايش الشيء الاساسي اللي لازم يكون متوفر في الجمله؟ الفعل والفاعل والاشياء هذه. وبالتالي الكيورد لازم يكون شيء، او الترم لازم يكون شيء بيزك، الجمله هذه ما يكونش لها معنى بغير وجوده. اما الاشياء اللي ممكن الجمله يكون لها معنى بغير وجوده هذا نشيله. اوكي، زي علامات الترقيم، زي حروف العطف، زي يعني اشياء اضافيه، زي اشياء مثلا تاكيديه في اللغه، زي اشياء مكرره، هذه كلها نشيلها. ايوه هذه ما نحتاجهاش. ليش؟ لانه ما تلعبش دور في عمل علاقات او ما يسمى اسوشيشن ما بين الجمل او ما بين الكلمات. ذلك اول حاجه او نوع من الانواع اللي هو ايش؟ keyword or term based. النوع الثاني من التكست مايننج اوتوماتيك دوكيمنت اور توبيك كلاسيفيكيشن. لاحظ انه هنا كان على مستوى الترم، هنا على مستوى ايش؟ التوبيك. مفهوم أوسع أشمل أصعب طبعا أنه نعمل تصنيف للدوكومنتس بناء على توبيك مش بناء على تيرم محدد. لما قلنا على تيرم محدد معناته إحنا غصنا بتفاصيل والأمور تكون أسهل لما تكون في آخر ليفل أو في الليفل اللي يسموه إيش؟ جرانولاريتي، أنه توصل لآخر مستوى من الدقة أنه خلاص هذا أصغر شيء ممكن تعامل معه. لكن لما تتكلم على مستوى توبيك يكون الموضوع أصعب شوية. من ضمن أنواع التكست مايننج السيميلاريتي ديتكشن. السيميلاريتي ديتكشن هذا عمل تطبيقات كثيرة جدا 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 مفيدة للبشرية، من ضمنها البلاغاريزم ديتكشن. البلاغاريزم هو كشف الانتحال في النصوص، في طلاب كثير شغالين في اشتغلوا في الموضوع في الأبحاث طبعا. في برامج الآن تجارية أسعارها خيالية ملايين. مثلا كانت جامعتنا هناك في ماليزيا توفر تطبيق اسمه Turn It In. Turn It In كذا كلمة واحدة. أوكي، هذا عبارة عن تطبيق يفحص الانتحال إذا أنت عامل كوبي بيست. إذا أنت جايب بروجكت من النت، طلب منك مثلا assignment في مادة، يعني كان حتى على مستوى assignment، حتى على مستوى assignment. كل lecturer في الجامعة عنده حساب account. lecturer هذا يعمل للطلاب حقه حسابات فرعية ضمن التطبيق. أنت تدخل على النت معك حسابك هذا باليوزر نيم والباسورد تبعك، تعمل upload لل assignment تبعك أو للبروجكت تبعك. أوكي؟ على طول يعمل automatic detection، طلع له كل الريسورسز اللي متشابهه في النت، كل ما تتخيله، كل ما تتخيله، حتى شغلك لو معك شغل انت تمام ومنشور بالنت يجيب التطابق. بس بعدين هو يقدر يتحكم فيه كالكتشرر مثلا، عنده كنترول بانل يقدر انه يلغي مثلا الخاصيه هذه انه سيلف ديتكت، يسمونه سيلف بلاجرز، انه انت واخذ من حقك. مع انه اقول لك حتى لو اخذت من حقك لما ننشر في الحاله هذه ما عادوش كوبي رايت خاص فيه، كوبي رايت خاص في المكان اللي نشره، لانك تكتب له على طول تصريح بالكوبي رايت بالنشر، بالتالي ما عاد يصيرش من حقك.
تمام؟ فظيع جدا، خلاص لا مفر لا مهرب، ما تقدرش غلط. فهذا أحد تطبيقات السيميلاريتي ديتكشن، التشابه، فحص التشابه. وعلى فكرة في منه بالنت فري، لكن مش بنفس القوة أو بنفس الدرجة. وكان طبعا تسليم الرسائل سواء على مستوى الماجستير أو على مستوى الدكتوراه ما يتمش إلا بعد ما يشوف المشرف أو بعد ما تشوف إدارة الدراسات العليا التقرير كاملا، وكم نسبة السيميلاريتي لازم. طبعا في نسبة مقبولة بسيطة، لأنه أصلا بيبحث لك على مستوى الكلمة، بيطلع لك على مستوى الكلمة، وبالتالي على مستوى الكلمة كلام مش منطقي. طبعا غاصوا في الموضوع في السيميلاريتي ديتكشن هذا، مثلا زي البلغريزم هذا المثال، غاصوا فيه لدرجة انه اصبح الان من لغات مختلفة. لانه كان اللي صاير انه مثلا الناس يجيبوا رسائل باللغة الروسية باللغة الإيرانية، ترجموها، قدموها على اساس انه البرنامج هذا ما بيعملش ماتشينج مع لغة مختلفة. عملوا انه من لغات مختلفة كمان، يعني يحاولوا ايوه يتحايلوا عليه بما يخص التكست. بعض الطلاب كان علشان ما ينكشفش يعني التكست هذا ياخذوه كأنه صورة، صورة يعني من السكرين، طرحوه كتكست، عامل له تكست هو صورة. ايوه هو صورة برضه يكتشف، اصبح يكتشف يعني درسوا كل البلاوي هذه. وبالتالي يعني تم اكتشاف فضائح كثيره برضو على مستوى المؤتمرات الدوليه، المجلات العلميه لما ترسل بحث يظل تقريبا لمده اسبوع او اسبوعين في مرحله الانيشال بروسيسنج. انيشال بروسيسنج من ضمنها هذا البلاغاريزم ديتكشن، يرجع لك زي اللي يرمي بو كذا. لو كان انت عامل كوبي بيست كثير، مش نضيعش وقتنا في الجورنال عشان نحكم البحث هذا في المؤتمرات كمان. طيب طبعا التقنيات المستخدمة في موضوع السيميلاريتي ديتكشن، كلاستر دوكيومنتس باي ا كومون اوثر، انه ممكن نصنف الدوكيومنتس بناء على اوثر معين. كلاستر دوكيومنتس كونتينينج انفورميشن فروم ا كومون سورس، هذا هو موضوع البلاغاريزم ديتكشن، انه كيف ممكن يحصل على معلومات جايه من مصدر معلومات محدد او معروف يعني على النت. من ضمن التكست مايننج، انواع التكست مايننج، سيكونس اناليسيس، predicting a recurring event, discovering trends. هذا من التطبيقات تبعه موضوع الفوركاستنج، انه لما كيف تكتشف انماط وتبني على الانماط هذه تنبؤ للمستقبل، prediction او تنبؤ بحدوث شيء معين ممكن يحدث. عندك داتابيز سابقة، تعمل مايننج في الداتابيز هذه، تقدر تتنبأ ايوه ترند، تقدر تتنبأ ايش اللي ممكن يصير. مثلا الجو طبعا في السنة تقريبا يعني يأخذ نفس الترند، فأنت ممكن مثلا درجات الحرارة ممكن تشوف حق السنوات السابقة كيف كانت خلال السنة، تقدر تتنبأ كيف بيكون الترند تبعها حاليا في المستقبل أو خلال السنة هذه. أوكي، هذا ما يتعلق بالجو مثلا على سبيل المثال. برضو موضوع الـ discovering trends أو sequence analysis هذا لعب دور كبير في موضوع الـ chemical elements أو الـ chemical compounds أو يسموه drug discovery. كيف يكتشفوا أصلاً العقارات الجديدة اللي يكونوا منها علاجات جديدة لأمراض معروفة؟ أوكي، من خلال دراسة، أو كيف مثلا يعرفوا إنه المادة هذه هي مشابهة للمادة الفلانية وممكن يكون الأضرار حقها أقل الجانبية؟ كيف يدرسوها؟ إذا حبوا إنهم يدرسوها على يعني في المعامل بالشكل التقليدي يحتاجوا سنوات،
تأخذ فترة كبيرة. ليش؟ لأنه كم معك يا عناصر تطابق معاهم؟ يعني مثلا شي طابق المادة الجديدة هذه مع كل ما هو موجود عندي تشبه إيش؟ كم بحتاج وقت؟ كم بحتاج وقت لكل مادة أطابقها مع المادة الثانية؟ لكن لو عندي يعني sequence analysis technique، الحالة هتأخذ الفيتشرز تبع الداتابيز اللي هي موجودة تعمل ماتشنج معها مع الشيء الجديد، واللي بيطابق معناته هذا الأقرب أخذه. في الحالة هذه أنا ما حصلتش على النتيجة النهائية، لا، لكن على الأقل إيش، نقصت الوقت، استبعدت الأشياء اللي هي مش مشابهة تماما، وبالتالي ما عاد بضيعش فيها وقت. فهم لكم الفكرة؟ من ضمن التطبيقات الأنومالي ديتكشن بالنسبة للتكست مايننج، find information that violates usual patterns. كيف ممكن أوجد معلومات شاذة عن usual pattern؟ طبعا هذا الكلام يستخدم في السيكوريتي. السيكوريتي طبعا انتم عارفين انه انواع الـ intrusion detection او كشف الاختراقات نوعين اساسيين. النوع الاول يعتمد على السيناتشر، يسمى سيناتشر ديتكشن. السيناتشر هذا مثل تطبيقات الانتي فيروس، يعتمد على معرفة ايش؟ السيناتشرز تبع اشياء معروفة، تبع فيروسات معروفة، توقيعات، يعني كأنه معه توقيع او ستامب معين. كيف طبعا يتم معرفة الستامب هذا؟ انه اي فيروس ينزل او يحصل يتأخذه شركة سيمانتك او اي شركة من شركات السيكوريتي تدرسه، تمام، وتعرف كيف يتصرف، وبالتالي تضيف ما يوقفه الى من؟ الى الانتي فيروس. هذا هو موضوع الابديت. تسمعوا انتم عن موضوع انه الانتي فيروس تبعك لازم يكون ابديتد، صح؟ كيف يعني ابديتد؟ معناته انه لازم يتضمن التعريفات تبع الفيروسات الجديده اللي ظهرت هذا الاسبوع. طيب انا كم بقلي صلاحة؟ الطريقه هذه طبعا مش فعاله في حاله الاخطار او المشاكل الديناميكيه اللي ممكن خلال يعني خلال الساعة، خلال الدقيقة، خلال الثانية تصير. معقول بأخذها يعني بيحصل ضررها وبعدين بأروح أدرسها؟ إذا هذا النوع signature detection يفشل في موضوع الأشياء اللي ممكن تحصل في المستقبل، لذلك ما يقدرش يعني يمنع حدوث اختراقات أو إشكاليات security. كان النوع الثاني اللي هو الانومالي ديتكشن. الانومالي ديتكشن يعتمد على دراسة البيهيفير، اوكي، بيهيفير، يعمل بروفايل خاص بالنورمال بيهيفير، يعني يحدد انه هذا الشيء الطبيعي. اي شيء يشذ عن الشيء الطبيعي يعتبر ايش؟ سسبكتد، وبالتالي لازم ايش؟ احقق فيه، ما اسمحلوش بالمرور، ابدا افحصه اول حاجه واشوف اذا كان طبيعي او غير طبيعي. يعني ممكن حتى على حجم الترافيك؟ طبعا على الترافيك، الترافيك ممكن يكون unusual، يعني احدد يعني طبعا رولز، يكون معك رولز او قواعد زائد، ايوه، او threshold احيانا يكون عندك قيمه، اذا تعدى القيمه هذه معناته something wrong، something need to be investigated more. اوكي، هذا هو موضوع الانوماليتي ديتكشن. find the information that violates usual pattern، يعني usual pattern اللي هو normal behavior، اللي هو الوضع الطبيعي. مثلا على سبيل المثال الموظف مثلا في الشركة الوضع الطبيعي له انه يدخل يعمل log in في بداية الدوام، اخر يعمل log out في نهاية الدوام، تمام. المواقع اللي يدخل عليها والترافيك تبعه، الباترن تبع الترافيك بشكل محدد خلال كل الايام. طيب حصلت فترة إنه الموظف هذا من خلال مراقبتنا للنتورك اكتشفنا إنه يدخل بأوقات غير أوقات الدوام على الكاونت تبعه، هذا يعتبر إيش؟ unusual pattern. طيب حصل مرة، مرتين، تكرر كثير، معناته unusual pattern، مش بالصدفة، مش لضرورة دخل بوقت متأخر، في شيء يسويه. طيب الترافيك اللي كان يسويه كان في اتجاه معين، ليش؟ لأنه الترافيك هذا يتولد عن العمل تبعه، لكن حاليا الترافيك تبعه مش طبيعي، يعمل داونلود لملفات كثيرة، يعمل أبلود لملفات كثيرة أو لتطبيقات كثيرة، معناته في الحالة هذه يعتبر إيش؟ suspected، وبالتالي هذا النوع من الديتكشن
اللي يعتمد على ايجاد معلومات violates usual patterns، بامكانه التنبؤ ب يعني مش التنبؤ يعني انه يمنع حدوث الاشياء اللي ممكن تحصل في المستقبل تكون غير طبيعيه، يعتبر نوع من انواع التكست مايننج. طبعا اي سؤال؟ any question؟ اضافه؟ ها؟ طيب برضو من الانواع تبع التكست مايننج discovery of frequent phrases. اوكي frequent phrases، كم الفريكوينسي اوف اوكورنس اوف سام phrases. اوكي هذا ممكن من خلاله نستفيد منه بشيء معين، انه كم تكررت العباره هذه، كم تكررت الجمله هذه. اوكي هذا طبعا استخدموها في ابحاث كانت تتم، استخدموها اصحاب الامن القومي والامن السياسي، انه حاليا الناس كم يكرروا مثلا كلمه ارهاب، وايش المواقع اللي تتكلم عن الموضوع، مثلا تنظيم القاعده من اللي يتكلم عنها كثير، عن اللي key word phrases، احيانا phrases او مثلا عبارات السب والشتم للرؤساء، وين الكلام هذا كثير بالضبط، فين، في اي منطقه، ايوه في اي منطقه، والاشخاص هذولا ايش طبيعه عملهم، يستنتجوا انه ممكن يشكلوا خطوره وممكن ما يشكلوش خطوره. اصبح الموضوع يعني اوكي تكست سيجمنتيشن، عمليه تجزئه التكست الى اجزاء انتولوجيكال تشانكس، في له تطبيقات طبعا تكست سيجمنتيشن. الايفنت ديتكشن اند تراكينج، احتماليه حدوث ايفنت وتعقب حدوث ايفنت، زي الهجمات الارهابيه مثلا، كيف ممكن يكتشفوا انه ممكن يحصل حدث ارهابي من خلال مواقع النت والتواصلات والاشياء هذه والمنتديات والحاجات هذه، ممكن لو حللوها، حللوا التكست، شافوا الكلمات اللي تتكرر والجمل اللي تتكرر في اماكن مختلفه، يقدروا يربطوا هذا من فين وهذا من فين وهذا فين جالس، يعملوا تراكينج، المراقبه يغيروا موقعهم. ايوه تراكينج هذا هو موضوع الديتكشن اند تراكينج. كيف يقول لك احيانا الحادث الارهابي هذا كانت نبهت عليه وزاره الايش الامن القومي الامريكيه، نبهت انه بيحصل، كيف عرفوا؟ ماجيك يعني، علم الغيب، ساحر معهم جن، باستخدام التقنيات هذه، باستخدام العلم. لذلك من يمتلك النوليدج والمعرفه والعلم هو اللي يحكم العالم، هو اللي يحكم الكون، هو اللي عنده فكره عن كل حاجه ممكن تحصل. لذلك تلاقيهم يحبطوا هجمات كثيره، والاشياء اللي مش يحبطوها وشتوها تقع يتعامسوها، ويرجعوا يقولوا بعدين ايش، كنا على علم ودرايه انه بيحصل كذا. ايوه ايوه ولا احيانا احنا حذرنا حكومه كذا كذا انه بيحصل كذا، لكن هم ما استمعوش للتحذيرات تبعنا. من لهم المعلومات هذه والمعرفه هذه؟ طبعا احنا واخذين بنظريه المؤامره، اسهل حاجه ممكن نخلص حالنا فيها ونرضي ضميرنا فيها ونعيش مرتاحين، نظريه المؤامره، انه هذول متآمرين ومتعاونين معهم، في حين انه ممكن ما لهمش علاقه اساسا، لكن هي اسهل شماعه ممكن نعلق عليها مشاكلنا. اوكي ما علينا.